السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن الصوت يكون واضح للجميع. في البداية أحب أرحب فيكم اليوم في اللقاء المباشر الثاني مع الأستاذ فارس العلمي، أستاذ المقرر، بغرض المناقشة وإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم الخاصة بالمقرر، وأيضا تجربتكم اللي حصلتوا عليها في أثناء دراستكم للجوانب المختلفة في المقرر. يعني نبغى أيضا نستمع منكم عن بعض التغذية الراجعة اللي ممكن تفيدنا في تصميم الأمثل للمقرر، وفي إعطائكم المعلومات الكافية اللي يعني تأملون أن تحصلوا عليها بإذن الله. طبعا أرحب بالأستاذ فارس العلمي معنا الليلة إن شاء الله، نكمل نستكمل معه اللقاء المباشر الثاني، وإن شاء الله نغطي كامل أسئلتكم واستفساراتكم اليوم بخصوص المقرر. تفضل أستاذ فارس. شكرا وحياكم الله. نطلع إن شاء الله على الأسئلة والنقاش. أشكركم على تعاونكم وأشكركم على محافظتكم على المواعيد هذه، وأشكر المشاركين طبعا في المشاركة وفي اهتمامهم في الموضوع. تفضلوا، اللي بده يبدأ يتفضل. أظن من جهة الأسئلة فيك تسأل يا بالتشات يا دايركتلي على المايك، صح أخ صالح؟ أظن هل في أسئلة ولا نقط نناقشها ولا إيش حابين نسوي؟ إذا ما في أسئلة وحابين نسمع منكم يعني الدورة كيف كانت معاكم، كيف استجابكم لها، إيش عجبكم ما عجبكم، إيش أشياء تقترحوها للدورة اللي حب يعني خلال خبرتكم في الدورة على الأونلاين. أنا بشوف في أسئلة عم تيجي بالتشات، فحبدأ أول سؤال: هل هذا آخر لقاء ومتى موعد استلام الشهادات؟ طبعا أكملت المشروع. أظن أخوي من الجامعة ممكن يجاوب أحسن السؤال هذا. السؤال الثاني حاب أسأل بخصوص ريادة الأعمال وتعلقها بالاستراتيجية المنظمة، مثلا منظمة تقصد فيها يعني شركة قائمة. ريادة الأعمال يعني من وجهة نظرنا أو المبادرة بشكل عام هي كما سمعت بالدورة هي يعني طريقة تفكير أو طريقة أنا بسميها spirit أو mindset بالإنجليزي، يعني شغلة روحانية أو شغلة طريقة تفكيرك في اللي بتشوفه. هل بتشوف المشكلة كيف تحلها، هل بتشوف فرصة كيف تعطيها للعملاء أو الزبون. فأظن أي منظمة ممكن تستفيد من التقنيات والأسلوب تاع ريادة الأعمال أو المبادرة. إذا هذا السؤال في تعليق يقول دورة جيدة، والله لو تشرح مثلا أعطونا نقطة مثلا إيش عجبكم فيها، مو شرط كل الأمثلة بس نقطة، مثال واحد مثلا، النقطة هذه فتحت عيني على النقطة على موضوع هذا، أو النقطة الفلانية ساعدتني أفهم كذا، أو النقطة الفلانية خلتني على الأقل أسأل أو أفكر بطريقة ساعدتني أسوي كذا. يعني نقطة معينة، لأنه لما أسمع جيدة يعني ما أظن فينا نستفيد إيش بالضبط استفدت منه، بس لو تعطينا نقطة استفدت منها على الأقل نعرف إنه هاي النقطة ساعدتك في نقطة معينة. رجاء عدم الانحراج، يعني هاي فرصة إنه نناقش ونتكلم مع بعض، فما ما حيكون مستحي إنه يسأل سؤال أو يعلق على أي شيء شافه خلال الدورة. في حد يمكن يتكلم بس يمكن تميوت، أظن لازم تسوي أنميوت، المايك مو شغال. أنا مو سامع أي صوت تاني. أيوة كده تمام مهندس. ألو
أستاذ صلاح الصوت واضح، تفضل أسأل سؤالك. أنا والله أبغى أسأل أنا الآن بخصوص المنظمة أو الوزارة أو أي شركة لها أهداف استراتيجية لها وفي مشاريع وفي مبادرات، كيف طريقة يعني تطويرها من ناحية ريادة الأعمال، وكيف مثلاً أني التطوير هذا ينحسب مثلاً كالمكتب أو الشخص معين دون المنظمة في ريادة الأعمال؟ مثلاً الشركة طرحت مشروع، حاولت مثلاً يعني تطوير المشروع من جميع الجوانب سواء المالية أو الاجتماعية، كيف تكون بربطة في الأهداف الاستراتيجية؟ الأهداف يعني أظن يعني حسب ما تكلمنا في الدورة، أهم شيء في الأول الشخص يعرف إيش ليش السبب اللي هو يسوي فيها الشركة. الاستراتيجية يعني بشكل عام إيش توجه الشركة بشكل كبير. يعني لو تخيل لو أنت مثلاً أنت عندك سفينة، مثلاً قائد السفينة بده يكون عارف إحنا حنروح من شمال للجنوب من شرق للغرب، لكن وأنت بالسفينة في أشياء كتير لازم تصير، لازم واحد يجدف، لازم واحد ينظف، لازم واحد يأكل، لازم واحد يعني في أشياء كتير حتصير، لكن أهم شيء وين حنروح أصلاً؟ إذا إحنا ما عندناش هدف حنضلنا نلف بنفس المحل، ما حنسوي إنجاز لأي شيء. فالاستراتيجية بطريقة لما يكون مبادر أو عندك روحانية المبادر أو طريقة تفكير المبادر، ساعتها بيكون عندك نظرة إلى أهداف ممكن تساعد المجتمع، سواء مشكلة بتشوفها في المنطقة بدك تحلها في السوق، مشكلة عند الزبون بدك تحلها، أو فرصة إنه الزبون لو صار له أعطته فرصة يسوي شغلانة هذه حيستفيد أكثر أو حيحبها أو حياته حتصير أسهل أو حياته حتصير أحسن أو حياته حتصير ممتازة. فطريقة التفكير الاستراتيجية حتكون مهمة جدا، لأنه هي اللي حتقيد باقي الأعمال اللي حتصير فيها. إذا القائد حاطط على السفينة قال أنا مو عارف وين رايحين بس يلا ابدوا كله، هيصير شوية فوضى، هيصير فيه يعني انزعاج من اللي معاك في السفينة. ما بعرف إذا وضحتها ولا لا، بس يعني الاستراتيجية لازم يكون منشأة، مش لازم يكون في 100% ترى، بس يعني يكون عندك على الأقل خلفية عن الموضوع أو خلفية وين ناوي تروح أو إيش لابد تسوي فيها. اللي حابب يسأل سؤال لو ترفع الإيد بالأذن. أيوة عند الأخ صالح يساعدك تفتح المايك. أنا ما أدري. ألو، تفضل. الله يزيد فضلك. الآن مثلا المبادر أكيد لازم تكون عنده أهداف وخطة، يعني خطة أقل شيء خمسية خلال 5 سنوات قادمة في الشركة أو في المنظمة، صحيح؟ أو مو شرط من أهداف أن يكون مثلا عنده تخطيط؟ في شركات كتير بدأت على من غير خطة أسبوعية، خطة يوم، إنه في مشكلة اليوم الدوائر عم بتبنشر بدنا نصلحهم، أوكي؟ ومع الوقت صار يتبقى والله صرنا 5 سنين شغالين في الموضوع، خلينا نسوي خطة اليوم. الهدف من الدورة إنه لو إنك سويت خطة من البداية ممكن تساعدك إن تكون نسبة نجاحك أعلى من ما لا سويت ولا خطة ولا بديت بأي شيء. فمو شرط تسوي خطة، لكن لو كان عندك فكرة بالبداية وين بدك تروح هتساعدك، هتخلي لي يعني نسبة إنه ما تنجح الشركة هتقل شوي، هتصير تخطط وتفكر بطريقة أكثر استراتيجية. بدل ما تقول خليني أعمل اليوم هذا بس عشان أسلك أموري، هتفكر لو سلكت أموري اليوم إيش حسوي بكرة. بس بالأخير إحنا كلنا بنعرف مبادرة
هي كلها لازم تطبيق. إذا ما طبقت ما حد يتعلم إيش صح وغلط لإلك، ولأنه الصح لإلك يمكن يكون غلط لإلي أو العكس صحيح، فلازم تطبق. وقد ما تطبق تعدل في الخطة اللي أنت حطيتها. يعني أنا دائما بقول المبادرة كأنك طيارة وانطلقتي، لو انطلقت الطيارة وبس انطلقت وما عدل ولا شيء، ما شاف إيش السوق بيصير، ما انتبه على إيش بيصير حواليه مع الزباين، ما انتبه إيش صار اقتصاديا، ما انتبه إيش صار الناس بتحب، حتضيع الطيارة. إذا انطلقت وما ضل طول الطريق الطيار يعدل وين الطيارة راح توصل، درجة واحدة بس، درجة واحدة، بدل ما يوصل المغرب ممكن يوصل بريطانيا لو انطلق من السعودية. صحيح. مش انه غلط، لكن منطقة ثانية. فكل ما كل ما انطلقت وبديت تعدل، كل ما قربت لانت وين حابب تروح شخصيا. لكن اذا ما عندك هدف وين تروح شخصيا، خليها، يمكن توصل بريطانيا، يمكن توصل كندا، يمكن توصل المانيا، انت وحظك. في ناس ما عندهم مانع، في ناس يقول لك انا حابب اكون الخطة واضحة، ولا حابب اكون الخطة يعني من اول يوم، مو شرط، بتساعد لو كان عندك خطة. بالله لو اللي يطبع لو تسمح بس تسوي ميوت. والله انا ما ادري هو يروح ويرجع. اول شيء اشكرك يا مهندس على الدورة وعلى الأشياء، في أشياء استفدت منها صراحة، الله يجزاك خير. يعني ودنا يعني ندخل بعمق، يعني الآن العالم كله متجه للتعليم الإلكتروني، كل العالم بل كل الدول، الحكومات الآن متجهة للحوكمة وكل شيء، فودنا نأخذ يعني كورسات أطول وأعمق. يعني يا ليت هذا الشيء، يعني مثلا الجامعة ما شاء الله بادرت مبادرة حلوة، جامعة الملك خالد، بس ودنا مثلا تكون في يعني دورات أقوى شوية وأطول، ما هي مش 3 شهور 4 شهور 6 شهور. أظن إن شاء الله الجامعة هتسوي عروض زي هذه، في أشخاص مؤهلين محليين إن شاء الله يساعدوا في أشياء. وأظن إنه في فرص يعني خلال المنشآت وخلال الجامعة انك تدخل في دورات اخرى ما بين المنشآت ومثلا بادر وغيرها من امثالها، مؤسسات سعوديه موجوده هون بيعطوا دورات اعمق وبيعطوا دورات اطول. الهدف من الدوره هاي كان بس يعني توعيه وترحيب وتوجيه وتعديل لطريقه التفكير على المبادره. وخلال الدوره اكيد ان شاء الله استفدت انه على الاقل لو عندك فكره، عندك اليوم طريقة لتحليلها. أولاً تسأل شخصيتك، إيش المؤهلات اللي عندي أنا شخصياً، إيش أحتاج؟ ثانياً تسأل إيش الفكرة بالضبط، مين الزبون، هل أنا فاهم مين الزبون، هل فاهم إيش المشكلة اللي بحل له إياها أو الفرصة اللي بعطي له إياها، إيش طريقة، إيش التكليف اللي علي، إيش التسعير اللي علي، إيش كيف، وين حبيع، لمين حبيع، بأي طريقة حبيع، هل أحتاج تمويل لا. هذه طريقة التحليل هذه موجودة الآن، صارت عندك، لأنه خلال الدورة تكون إن شاء الله تطبيقها مع الأسئلة ساعدك إن المؤهلات هي عندك إن شاء الله تستفيد. بس أظن الجامعة ومنشآت خلي اتصال معهم، يكون إن شاء الله في دورات أخرى أطول وأعمق. حتى لو في مواقع مثلا، يعني في جامعات عالمية زي أكسفورد زي ستانفورد، في لها كورسات أونلاين ومجانية وشهادات معترفة يعني من نفس الجامعة، يعني المفروض نحذو هذا الحذو. يعني ولو عندكم مثلا مواقع او جامعات سعوديه او شيء اللي تعطونا، يعني شيء يشرف. اظن لو تكتب هذا في ان شاء الله حيكون في بالاخير استبيان عن الدوره وايش حبيت وايش حابب تشوف اكثر او ما حبيت. اظن لو فيك تكتب الكلام هذا بيكون بتفيد الجميع. حنبعث لكم احنا لينك ان شاء الله تسوي فيه تطبيق للاستبيان. متى آخر يوم للمشروع يا مهندس؟ أظن هذا السؤال لو نخلي أحد من الـKKUX ما بعرف صالح موجود؟ صالح أظن في مشكلة بالمايك، مو سمعينك. ألو سامعيني الآن؟
أيوة. السؤال إيش كان بخصوص الشهادات؟ لا مش الشهادات، بخصوص المشروع متى ينتهي، مثلا خلال أسبوع أسبوعين، والشهادة وطريقة إرسالها، هل بالبريد، هل تكون بي دي إف إلكتروني؟ هي إن شاء الله بتكون إلكترونية بي دي إف، ترسل على إيميلاتكم بإذن الله. راح ترسل مع انتهاء المقرر. أتوقع الشباب محددين موعد انتهاء المقرر ممكن بعد أسبوعين أو أسبوع، لكن بنفيدكم فيها من خلال إعلان في المقرر خلال اليومين القادمة إن شاء الله. راح تعلن إن شاء الله كل الآليات هذه، استلامة الشهادة وانتهاء من المشروع، وأيضا راح نطرح استبيان، نبغى نسمع منكم الدورات اللي حابين. يا ليت، طالما أن أخوي صالح، طالما أن توجه الدولة والرؤية في المملكة العربية السعودية توجهها استراتيجي ومؤشرات وكي بي آيز، ودنا يعني نخش في هذا المجال. يعني كثير من الناس وكثير من مجتمعنا ما هم عارفين عن هذا الشيء، حتى اللي درسوا نفس التخصص ما تعمقوا في هذه الأشياء. أكيد ودي والله، لو الاستبيان اللي راح نطرحه نبغاكم تشاركون بأسماء الدورات. والله يعني أنا مبسوط أنكم أنتوا هذه الجامعة بدأت، يعني أنا شفت ترى رسالتكم في أحد الجروبات التعليمية وشاركت فيها، يعني ما كان أحد يعرف. المفروض حتى التواصل الإعلامي عندكم ينشر في كل مكان، ترى الناس تدور زي هذه الدورات. أكيد إحنا جالسين ننشر والله في المنصات، على اليوتيوب، على تويتر أيضا. اللي متابع حساب الجامعة راح يشوف إنه المقررات تعلن أول بأول. اليوم السنة هذه وخلال السمستر هذا كان عندنا 3 كورسات، وراح يطرح كورسين تقريبا بعد أسبوعين، وكلها يعني مقررات نوعية، يعني مقرر في التفكير التصميمي، ومقرر آخر برضو في الخط العربي. أيوة أنا سجلت التفكير التصميمي، بس الخط العربي والإملاء الخط العربي هذا يعني استهدفنا فيه، تعرف إحنا نبغى نغطي كل الشرائح، يعني زي ما في شيء الله يسعدك يا رب، في شرائح يعني ترغب في رواد أعمال، وترغب في التجارة وفي البزنس وفي الماركتينج وفي التسويق، في ناس اهتمامهم لغوي، نعم في ناس اهتمامهم في الهيومانيتيز، في 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 الفن، في الارت، فلازم يعني نحاول قد ما نقدر نغطي المهارات المستهدفة. الله يرحمك يا رب. وبإذن الله يعني نسمع منكم، أهم شيء يعني الدورات اللي ترغبون بها، سواء كانت في ريادة الأعمال أو دورات إدارية، دورات الدولة توجهها إداري استراتيجي، هذه الرؤية الآن الناس كلها موجهة لهذا الشيء. فيعني ما عندنا خلفية قوية، يعني في ناس تأخذ دبلوم ويأخذ منها وقت وتروح جامعة وترجع وزحمة الطرق وكذا، لكن طالما الكورس أونلاين يعني ودنا فيها، يعني طالما إنها ما تكلف لا الجامعة شيء، سوى موقع زوم أو شيء أشياء بسيطة يعني. شكرا شكرا، الله يسعدك إن شاء الله، وألف ألف شكرا. ما تروح، بس يعني في اسئله بنجاوبها. ايوه لا اكيد معاكم. في سؤال السؤال من القيود التهديدات التي يجب البعد عنها في المشروع. السؤال طبعا بده ساعات للنقاش، بس بشكل عام القيود اللي بشوفها احيانا، معظم القيود اللي بنشوفها عالميا من المبادرين منهم شخصيا يقولوا لنا ايش القيود اللي بيشوفوها، نسبه كبيره من الناجحين من المبادرين لما نسالهم السؤال هذا، ايش قيود وقفتك او حدود حصلت عليها، جوابهم بصراحه بالعاده حيخليك شوي تستغرب، لانه بالعاده بيقولوا لي فارس سبب من اسباب في البدايه عدم نجاح شركتي كانت انا شخصيا بحط حدود لشركتي وقدراتها وين ممكن توصل. طبعا تكون واقعي، مش من اول يوم اللي تكون توصل القمر، هتاخد وقت عشان تعمل الماكينه وتظبط الاشياء وتوصل هناك، بس بنفس الوقت ما تحط حدود او قيود لك انك ما تخليك توصل وين حابب توصل. التهديدات طبعا التهديدات ممكن تكون من اي ناحيه، الزبون نفسه ذوقه تغير، الالوان تغيرت، الموضه تغيرت، الزبون نفسه نقل منطقة ثانية، الأجواء الاقتصادية تغيرت، ممكن يجيك منافسة من برا، منافسة من جوا، ممكن يجيك يعني ممكن تعمل ما يسمى بالسوات أناليسيس اللي هي تشوف إيش اللي عندك تهديدات داخلية وخارجية، بس بالأخير يعني ما بدك تخاف من هيك أشياء. الهدف من الدورة أو الدورات
زي هاي، مش انه تقول والله انا ما عندي كذا فما في اسوي، لا، الهدف انه انا ما عندي مؤهل مثلا الف باء تاء، لكن جايب حجيب شريك يساعدني، او لكن حواجه صعوبه اثنتين ثلاثه في النقطه هاي، وان شاء الله حبه حبه هاهل حالي خلال دراسات بالليل او خلال اشياء ثانيه او خلال عمل او نشاط ثاني. فهذه يعني الاشياء اللي ممكن نتكلم فيها بالقيود والتهديدات. التعليق الثاني انه نسوي اعلانات اكبر للدورات والانشطه لرياده الاعمال او غيرها للجامعه. ان شاء الله اظن الاخوه من الجامعه حياخذوا الكلام هذا ويهتموا فيه، يعني ما شاء الله عليهم شغالين، ان شاء الله هي تعطيهم نبدا انه ممكن يسووا يتعاونوا مع ناس ثانيين يسووا اكثر. وانتم هلا ان شاء الله انتم تكونوا الصوت في السوق، وصراحه صوتكم اقوى من اي صوت، لانه انتم اشخاص اللي اخذتوا دخلتوا في الدوره، واذا حسيتوا انكم استفدتوا كلامكم حيكون اقوى من كلام اي شخص ثاني يعلن عن الدوره. أنا في أي سؤال أو تعليق ثاني؟ إذا ما في حابب يعني أسألكم أسئلة إذا ما عندكم أسئلة. نجاح المبادرة صراحة يرجع للشخص، ما في جواب يعني من وجهة نظري يكون صح أو غلط. إذا الشخص داخل المبادرة لسبب مثلا خيري، ما في مردود مالي، مو شرط أن يكون في عندك مردود مالي، الهدف منها أنه تسوي ألف باء تاء. إذا فاتح المبادرة أو دخلت في المبادرة من أجل إنشاء شركة أو إنشاء منظمة للربح، مفروض يكون نقطة من نقاط النجاح أن يكون عندك ربح في آخر السنة من الشركة. طبعا يمكن مش أول سنة، يمكن تاني سنة أو ثالث سنة، يمكن مش أول ثلاث سنين أنه يدخل عندك ربح، لكن يكون عندك نقطة منها. بس نجاح الشركة مو شرط يكون مادي، ممكن يكون نجاح الشركة ب أنا حابب مثلاً أطعمي 1000 فقير 3 وجبات يومياً. هاي مبادرة، شفت في مشكلة في السوق، حبيت ما أعمل منها فلوس بس حبيت أسوي إشي خيري، دبرت إنه خليت جامعات، خليت أشخاص يتبرعوا لمدة سنة لهذا للعمل الخيري هذا. هاي مبادرة، شفت المشكلة حليتها، مو شرط انك عملت مبلغ ربحي، لكن بالاخر السنة بدك تحاسب هل اكلت 1000 شخص ولا ما اكلتهم. اذا ما اكلتهم يعني كانت مو ناجحة، اذا اكلت 1000 ناجحة، يعني الشخص نفسه هو اللي يحط ايش النجاح او عدم النجاح الشركة. سؤال عن طباعة الشهادة باللغة الإنجليزية ومعتمدة بختم الجامعة، أظن الأخوة من الجامعة أخ صالح ممكن يرد على هذا الجواب. والسؤال اللي بعدي برضو أظن الأخ صالح، أظن اللي فهمته من الشباب بالجامعة إنه أي شخص ممكن يسجل في الدورة، لكن لو تأكد يا أخ صالح إنه سؤال هل يستطيع؟ طبعاً السؤال الأول، يمكن طباعة الشهادة باللغة الإنجليزية؟ ممكن نعم، بس لازم يعني نأخذ بياناتك بالكامل نفس ما هي مسجلة في النظام. إذا هي مسجلة بالإنجليزي فإن شاء الله إنه يعني نطبعها لك باللغة الإنجليزية. راح أرسل لك إيميل، ودي ترسلنا رسالة من خلاله برغبتك بطباعة الشهادة باللغة الإنجليزية.
استطاعت شخص حضور هذه الدورات من خارج الجامعة؟ أكيد أي دورة تعرض على الكيكي يو إكس ممكن تحضرها من أي مكان حتى لو كنت خارج الجامعة. شكرا. كان في سؤال إنه هل ممكن ننظم أكثر من زوم مرة ثانية أو ثالثة؟ برضو لو برضو هذه النقطة احنا كجامعة ما عندنا أي مشكلة فيها متى ما رغب الطلاب. وأستاذ فارس إذا عندك الاستعداد ما احنا في الجامعة ما عندنا مشكلة، بالعكس نرحب ويسعدنا ويشرفنا أنه نستضيف مثل هذه اللقاءات يعني. أنا طبعا ما عندي مانع، واللي أنتم حابينه أنا حاضر. والله في حالة أنه إذا الطلاب ما عندهم يعني أسئلة أخرى داخل المقرر والكل تقريبا وصل للنهاية، فإذا ما في احتياج للقاء آخر ممكن يكون هذا آخر لقاء يعني. شكرا. في سؤال، يعني النجاح الحقيقي هو بالسمعة الطيبة والأثر الطيب. النجاح يرجع للشخص وأهدافه. في مبادرين أنا شخصيا قابلتهم شغالين 5 6 سنين في شركتهم الخاصة، ما يعملوا ربح أكثر من إنه يدفع إيجار البيت ويعيش بطريقة بسيطة جدا، حتى لو جاب شغل بشركة يمكن معاش يكون دبل، لكن هم شخصيا مبسوطين. في ناس شغالين بس ك بارت تايم، انه مو شرط يداوم دوام كامل، نص يوم طبعا بعد فترة زمنية معينة. في ناس لا، بوصلوا المليون والبليون وبدهم اكثر. فمش صح او غلط، يرجع للشخص. النجاح هو الشخص اللي يحدد إيش نجاح أو فشل لإله. والنقطة المهمة إنه ما في فشل، هي كلها تجربة. فإذا فشل أي شيء مش الشخص فاشل، التجربة فشلت. وكأنك في يعني في لاب أحياناً، أو بتلعب كرة قدم، ممكن الدورة ممكن تخسر جول، ممكن تخسر جيم، لكن ما هتخسر حياتك عشان وقعت وانت بتركض ولا دخل عليك جول. هي دورة وتعلمت منها. السؤال انه اذا فشلت الخطة ايش اسوي؟ بشكل عام الشخص هو اللي يحدد انه والله فشلت لاسباب كذا كذا وانا ما ناوي اضبطها او اعدلها، او لا فشلت انا حابب اعدلها لانه سبب الف باتا مستعد ان اصلحهم، او انتبهت انه صار في نقطة هاي ممكن تعديل عليها. ترجع للمبادرة نفسه شخصيا. في سؤال والله مو فاهم مكتوب، هل لا زال هناك لك مشروع آخر؟ أخ علي مو أنا مو فاهم السؤال صراحة. في سؤال بصراحة لو في إضافة نتحدث عن أسوأ ما يمكن أن يواجه المبادر. ليش؟ ليس فقط على الخسارة المادية بل حتى على مستوى الصعوبات النفسية أو حتى مستوى الفشل الإداري أو حتى في التخطيط. طبعا في شركات تفشل وفي شغل يفشل، لكن كشخص انا اعتقد انه كل ما انت جربت اكثر في المبادره كل ما نسبه نجاحك كبرت. الاشياء ممكن تواجهها كفشل في المشروع ممكن يكون طبعا خساره ماديه، لانه الضمان الوحيد اللي بتبدا فيه بالشغل، انا بذكرها للاشخاص، الضمان الوحيد اللي انا بضمن لك اياه لما تفتح شركه انك حتواجه سواء صعوبات، مطبات، اللي بدك تسميه سميه، بس حتواجه صعوبات. زي الطيار يطلع من أول يوم ينطلق، من أول ما ينطلق الهواء شغال ضده، مش إنه بده إياه ما يطير، لكن الهواء طريقه عكس طريق الطيارة. فأنت كمبادر من أول يوم حتواجهك صعوبات، ممكن تواجهك أشياء نفسيا طبعا، ماديا طبعا، ممكن تواجهك زملائك كلها ممكن تواجهها. لما تكون انت مركز على انت ليش مسويها، السبب الحقيقي اللي انت مسويها، هتلاقي حالك ستجد طرق انك تحل المشكله. اذا طلعت لك مطبه على اليمين هتعرف اوكي ممكن لف لليسار،
طلع لك حيطة هتفكر يا تسلقها يا تروح حواليها، هتدبر على هتدور على كيف تحل مشاكل. وأظن في صورة من الصور اللي عرضناها خلال الدورة اللي هي إنه هتواجه صعوبات نفسية طبعاً، لأنه في البداية المبادرة أنت هتاخد طريق مش معروف، هتاخد طريق يمكن عندك فكرة وين رايح، لكن لما تبدأ الزبون ممكن يغير لك رأيك، الزبون ممكن يغير رأيه، المنطقة ممكن تتغير، أشياء كثير ممكن تتغير. فأنت شخصياً إذا ما كنت تتقبل إنك تغير أو تتقبل إيش السوق يقول، يعني السوق مثلاً ما بده بضاعتك، أنت حابب تبيع مية لشركات لكن ولا شركة تتصل فيك، لكن أشخاص يجوك كل يوم يشتريوا اتغير عليك السوق. انت اذا ما تقبلت هذا الموضوع ممكن انه نفسيتك تتعب، فبدك تكون تفكر في الموضوع هذا، انه لو ما مش السوق زي ما انت بدك، هل انت حابب تكمل ولا حابب تسكر؟ حيرجع لك لما تبدا كمان كمبادر، خصوصا في البدايه اول 3 شهور اول 6 شهور اول 9 شهور. معظم الشركات مش كلهم، معظمهم اول 9 شهور خصوصا اذا حتفتح مثلا محل يمكن ما توصل لأي حتى ما يسمى ببريك إيفن بوينت اللي هي نقطة التعادل، اللي يدخل عليك يطلع، بس دفعت إيجارك، دفعت الكهرباء، تشتباع، ضليتك شغال بس ما عملت ولا ريال ربح. فممكن الشخص يتأثر إنه أنا شغال طول اليوم 14 ساعة 18 ساعة بالأخير ما عندي فلوس أروح أتونس. فبدك تكون واقعي انه ممكن يكون عليه شويه عليك صعوبه، عشان هيك المبادرين دائما بحبوا يكونوا مجموعين مع مبادرين زيهم، لانه بتساعدوا بعض بتساندوا بعض بتاهلوا بعض. ان شاء الله جاوبنا عليك السؤال. طبعا ممكن نتكلم اكثر بس يعني اظن اخذت لمحه عنه. لو تلاحظ السؤال طبعا بيسأل انه هل في مجالات متعلقة بالمطلوبة عالميا او ناجحة واللي ممكن نطبقها في العالم العربي في اي مجال كأفكار لفتح الافاق امام مبادرين مثل مجال التقنية اللي العالم اصبح يدور عليه. صراحة انا دائما بقول انه في البداية بدك تشوف حواليك في المنطقة ايش بيصير، بعدين ممكن تشوف حواليك عالميا ايش بيصير، لأنه ممكن السوق مو متقبل اللي عم بيصير برا مثلا. ومعظم الشركات الناجحة اليوم لما ترجع تقرأ قصصهم عن صحيح، مش قصتهم اليوم، قصتهم اليوم يمكن شركة كبيرة بس قصتهم لما بدوا بيكونوا بدوا يا في فرع يا في شركة صغيرة يا في شخص أو شخصين وهم نفسهم شخصيا شغالين في الموضوع. فبدك تفكر بالطريقة هاي إنه كيف تأخذ فكرة وتبدأ فيها وتمشي فيها. عالميا صراحة في أشياء كثير ممكن تقرأ منه من ريبورتس، الوورلد بانك بيعمل أكثر من ريبورت سنويا على إيش اللي فيه ترندز، بس بشكل عام خلال دورات الجولات اللي أنا بسويها في الوطن العربي في أكثر من مجال طبعا معروفين اللي هي الاي تي، السايبر، البلوك تشين، وهذه الأشياء صراحة أنا دائما أقول ما تأخذها وتركض، بدك تأخذها وتكون تسأل سؤال، أول سؤال هل أنت شخصياً حابب هالأشياء؟ إذا مو حاببها أول مطبة راح تجيك هتقول السلام عليكم أو راح تجيكي. فبدك تكون واقعي إنه بدك تروح وراء إشي أنت حابب تسويه سواء مطلوب ولا مو مطلوب، أنت حابب تشتغل فيه وأنت بتكتشف هل إنك تضلك فيه ولا توقفه. بس عم بنلاحظ انه طبعا انا دائما بقول انه السوق عالميا بدور على ماركة عالمية مع نكهة محلية. القصد فيها انه مو شرط تكون ماركة، لكن انا حابب مثلا اشرب قهوة بس حابب تكون قهوة مثلا اسمها لاتيه، بس ما بدي اشرب اللاتيه اللي انا بشربها بنفس المدينة باريس، بدي اشرب لاتيه بنكهة سعودية. ففي الحركات هذه أو الموضات هذه عالمياً عم تكبر في كل دولة، أنك تأخذ أشياء عالمية بس تحط عليها نكهة، أنا بسميها نكهة أو موضة أو دبلجة محلية.
أظن وقت صلاة العشاء ممكن نأخذ 10 دقائق بريك ونرجع، ما في مشكلة. أخ صالح، ما في مشكلة، نأخذ بريك إذا حابين نكمل. اي في سؤال ثاني ناخذ بريك ونرجع، اذا ما في يعني ممكن انت على كيفكم صراحه. اظن اخ صالح راح. ناخذ بريك 10 دقائق ونرجع. تسلم احرجتوني. اشكركم لوجودكم برضو، اشكركم لتعاونكم، اشكركم لمشاركتكم.